بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حوحو. سوف نقوم بعمل مراجعة كما هي العادة لبعض الأجهزة التي أتوصل بها، وسوف نقوم صراحة في هذا الفيديو بالتعرف على هاتف شيومي ماي ماكس، يعني المقدم من شركة شيومي، وأيضا كاميرا أخرى للمراقبة. أيضا إذا كنت تريد حتى تصوير يعني الجن أحبابي في الله، يعني لأن كاميرات نايت يعني التصوير الليلي. فأولا سوف نفتح علبة يعني الهاتف شيومي ماي ماكس، يعني هاتف صراحة كبير، يعني شاشته كبيرة كما سوف تشاهدون. بطبيعة الحال يعني سوف نقوم بنزع يعني البلاستيك وسوف نعمل مراجعة كاملة له، ثم يعني الشيء التي يأتي بها يعني الهاتف غطاء أو يعني دليل الاستعمال، ثم أيضا يعني الشاحن كما سوف تشاهدون، شاحن ثم الكيبل الخاص بالشاحن، وهنا لا شيء عليه. عادة يعني هذه الهواتف لا تأتي بالسماعات أحباب في الله. طيب يعني سوف نتعرف عن الهاتف، لكن دعونا أيضا في يعني في الأخير نستكشف يعني هذه العلبة والكاميرا التي هي موجود فيها، والتي لا أنصحكم طبعا حل بشرائها، سوف تعرفون السبب أحباب في الله. طيب فتحت الحين الهاتف اختصارا للوقت، وسوف أبدأ لكم باستعراض المواصفات الخاص به. فأولا يعني شيء دائما الذي هو ظاهر في الهاتف هو الشاشة، فإذا تلاحظون يدي فأصلا يعني كبيرتان، لكن يعني يظهر لكم بأن شاشة الهاتف يعني كبيرة، فهي في حدود 6.44 يعني إنش. فإذا كنت تحبذ بطبيعة الحال يعني الهواتف الصغيرة في الشاشة فلأنصحك بهذا الهاتف، لكن إذا كنت تحب الهواتف الذي لديها شاشة كبيرة لمشاهدة يعني الفيديوهات إلى غير ذلك فهذا الهاتف مناسب لك أحباب في الله. كما ذكرت شاشة 6.44 إنش فول اتش دي 1920x1080 بكسل. الهاتف أيضا يشتغل بأندرويد مارشميلو 6.0.1، هذا يجعلك تستفيد أكثر يعني من المواصفات القوية صراحة الخاصة بهذا الهاتف، لديه مواصفات قوية. يعني أيضا الهاتف يشتغل أو يعني لديه بطارية سعتها 4850 ملي أمبير، يعني شاشة كبيرة بهذا الحجم وبطارية بهذه السعة، أعتقد أنها مناسبة وسوف تستمر نوعا ما يعني لوقت طويل جدا. بالنسبة للكاميرا الخاصة بالهاتف هو يتوفر على كاميرا أمامية في حدود 5 ميجا بيكسل، ثم كاميرا خلفية في حدود 16 ميجا بيكسل. أحباب في الله تصور مثلا فيديو بجودة 1080 بيكسل ب30 صورة في الثانية، أما إذا كنت تريد مثلا تصوير فيديو بدقة يعني أو بجودة 720 بيكسل فهي تصور 120 صورة في الثانية أحباب في الله. سوف أعطيكم علي فكرة حول الكاميرا الخاصة بالهاتف كما سوف تشاهدون أمامكم حتى تحكمون بطبيعة الحال. بالنسبة لي أنا شخصيا أستطيع أن أقول بأنها كاميرا لا بأس بها، فسوف أصور لكم صورة مثلا كما سوف تشاهدون. الألوان فيها يعني نوعا ما يعني جيدة إلى حد ما أحباب في الله، ليست يعني 100%، ولكن كما ذكرت يعني كالكاميرات التي متواجدة في جالاكسي 7 وإلى غير ذلك فهذا غير موجود في هذه الكاميرا، كاميرا يعني قابلة للتصوير إلى حد ما أحباب في الله. بالنسبة للمواصفات الأخرى فهو يتوفر أيضا على ذاكرة داخلية في حدود 32 جيجا بايت، قابلة للتوسيع حتى 128 جيجا بايت عن طريق إدخال يعني كارت خارجية. ايضا يتوفر الهاتف على 3 جيجا بايت على مستوى الرام، ويدعم يعني شريحتين، شريحه واحده يمكن لك استعمالها بطبع حل المكالمات وايضا للاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G، وشريحه اخرى لعمل مكالمات احباب في الله. جميع الاشياء مفتوحه يمكن لك استعمالها في اي بلد احباب في الله، بالنسبه لاخوان الذين عاده يسالون عن هذه النقطه. الشيء الغريب في الهاتف انه عندما فتحته وجدت فيه يعني تطبيق لاختراق شبكات الوايرلس. طبعا هذا التطبيق موجود في بلاي ستور يعني، لكن لا اعرف كيف دخل الى الهاتف، قد يكون شخص استعمله يعني من هؤلاء الذين ارسلوا يعني الهاتف.
فيعني موجود تطبيق او يعني موجود اصلا في الهاتف علي. طبعا الحال هذا ليس دافع حتى تشتري هذا الهاتف، فهذا التطبيق موجود يعني في بلاي ستور تستطيع استعماله كما ذكرت احبابي في الله. اشياء اخرى يعني في الهاتف مثلا يعني هو يدعم التقنيات يعني البصمه كما تشاهدون، تستطيع اغلاق الهاتف وتشغيله بالبصمه، البصمه يعني سريعه عن تجربه كما ذكرت. يدعم ايضا بليوتوث اصدار 4.0، يدعم الجي بي اس والاشياء الضروريه في الهاتف، غير انه لا يدعم يعني تقنيات ان اف سي. الكاميرا او العلبة الثانية فهي عبارة عن كاميرا احبابي في الله كما سوف تشاهدون، فانا لا انصحكم بها صراحة لانها لم تشتغل معي. هذه الكاميرا المفروض ان تصور لك وتراقب منزلك يعني في الظلام، يعني حتى وان كان هناك الظلام، ويمكن لك صراحة استعمالها لتصوير الجن. كنت يعني امني النفس بان استعملها لهذا الغرض، لأن لدي يعني أشياء تحدث في هذا المنزل الذي أسكن فيه غير طبيعية نهائيا، فكنت يعني أمني أن أقوم بتثبيتها في طبعا لدي الشاحن كما سوف تشاهدون عندما سوف يتم تشغيلها هنا. لا تشتغل لأنها يعني إصدار صيني، يعني هذا هو المشكل، ولا يشتغل في جميع دول العالم، لأن جربت يعني كما سوف تشاهدون التطبيق هذا الخاص بها كما سوف تشاهدين، قمت بإنشاء حساب علي، ثم عندما حتى تقوم بربطها تقوم بالضغط على علامة الزائد ثم تضغط هنا بأنك سمعت فعلا، تقوم بإدخال يعني الباسورد الخاص بشبكتك ثم تضغط على كونكت ثم تقوم بمسح لهذا الكود كما سوف تشاهدون لحين ما يتحول الضوء الخاص بالكاميرا الأزرق. كما سوف تشاهدون تم الحين يعني عمل اتصال، بالتالي سوف تضغط على نيكست ثم تنتظر حتى تظهر لك يعني الكاميرا هنا، يعني ما يتم تصويره، وهذا هو المشكل، لا تظهر اي شيء، تبقى هكذا يعني لحين ما يتحول الضوء مرة اخرى الى اللون الازرق. جربت يعني جميع الحلول ولم تشتغل، بالتالي بطبع الحال سوف اضع لكم الرابط اسفل الفيديو، ولكن لا انصحكم بشرائها. هناك إصدار آخر موجه للدول الأخرى يعني يشتغل في أي بلد بدون مشاكل، سوف طبعا إذا بحثت عليه الإصدار الثاني على ما أعتقد أو الأول الخاص بهذه الكاميرا، لاحظوا معي لا تظهر أي شيء هنا. بالتالي أراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة. كانت هذه مراجعة للأجهزة التي توصلت بها، الروابط سوف تجدونها أسفل الفيديو. لا تنسى دعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع، وأيضا زيارتنا على موقعنا دول فيديو البونتيكل5.com واللي من صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981 فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.